ايه اللي حصل بالظبط؟ هي الطرمبه وقفت مره واحده عطل فني، الميه عليت لازم نفتح محبس ونقفل محبس تاني عشان نشغل ايه على الطرمبه تاني رقم 2. ان شاء الله الساعه بالظبط هو كل ده هيخلص. المهندس محمود مسؤول شركة المقاولين العرب لتشغيل وصيانة المرافق بمحطة الأمن. ماشي، فبقول لحضرتك إن المحطة أصلا عدت الفترة بتاعتها بتاعت الإحلال والتجديد. إحنا دلوقتي شغالين بالمحطة دي كده، المحطة دي شغالة بقالها 17 سنة. كانت المفروض تخش احلال وتجديد بعد 10 سنين تشغيل، يعني شغالين في 7 سنين يعني بعد الايه؟ بعد الاحلال والتجديد. حد عبرنا في الاحلال والتجديد؟ محدش عبر المحطه في الاحلال والتجديد. عملتوا خطه او خطبتوا حد؟ لا طبعا، معانا الاوراق اللي تثبت ان احنا خلال السبع سنين بنخاطب الناس يعني ومحدش بيتحرك. شافت اسامي من عندي مين يا باشمهندس كده؟ من المسؤولين طبعا. بتبدا بقى من المحافظه واللي تحت المحافظه واللي ماسكين اللي خدت بالك الشبكه المدينه والعطل قدامه قدام يا باشمهندس كده قدامه ساعه ساعه ان شاء الله ساعه ويتحل. طبعا المحطة دي شايلة فوق شايلة 70% من بطوات. بالنسبة للمحطة، المحطة متعجة ومتآكلة، المفروض يحصل لها تجديد وإحلال على حسب ما قالوا المهندسين اللي موجودين تبع المقاولين العرب، اللي بيقولوا إن إحنا بنخسر في الشركة أكثر من 10,000 جنيه في الشهر صيانة، خدت بالك من المكان ده. بالنسبة للمكان دون خدت بالك يعتبر هو روح بطوات، يعني لو عاتل فمطلوب من السادة المسؤولين خدت بالك مطلوب من السادة المسؤولين ان هم يهتموا بالموضوع ده اكتر. مهندس احمد نصر مدير الاداره الهندسيه الحيه بمدينه بورفؤاد. بالنسبه لمشكله محطه الامل ديت، هي مشكله كلمت عليها شركه المقاولين العرب ونبهت عليها كذا مره ان في لازم يبقى في احلال وتجديد. وفجاه احنا فوجئنا بان المكنه الطرمبات وقفت مره واحده والميه اترفعت ودخلت غرفه المحابس، فما عرفناش نسيطر عليها. فالوقت بنسحب الميه ونرميها بره في الشارع لغايه ما نوصل للمحبس عشان نحول بس الخط من الناحيه دي للجزء ده لغايه ما نوصل نرفع المكنه الطرمبه ونشوف فيها العيب اللي فيها ايه. بس فهي طبعا خلي الناس يعني تستحملنا شويه، لان احنا يعني هي قدامنا ساعه ساعه ونص ان شاء الله باذن الله، يعني مش هتكمل بعد 24 ساعه يعني الحمد لله هتبقى الموضوع. محمد الغرابلي مشرف اعمال غطسه بقسم الانقاذ البحري، واحنا كنا جينا هنا جانا بلاغ بمحطه الرفع بتاعت بور فؤاد حصل فيها غرق في الجزء التحتاني. جبنا الطرمبات بتاعتنا وجينا عشان نساعد فيها، يعني كنا ان احنا نلحق بس الشوارع والغرق اللي حصل فيها، وربنا يسهل يعني احنا معاهم لغايه ما تستقر الحاله وترجع المحطه لوظيفتها الاولانيه يعني.